ما حكم الاكل مما تصنعه الخادمه من اهل الكتاب مع ذكر الدليل؟ وايضا ما حكم ذلك اذا كانت الخادمه وثنيه مع ذكر الدليل؟ ما تصنعه الخادمه لا حرج فيه اذا لم تعلم شيئا، سواء كانت من اهل الكتاب وطعام حل لنا او كانت من غير اهل الكتاب، لا حرج في ذلك الا ان تعلم شيئا فعلته نجس الطعام او شيئا من اللحوم المحرمه. اما كونها خادمه واهل البيت هم جاءوا باللحم الحلال ولكنها توقد النار وتغسل القدور وتنصب القدر او ما اشبه الالف لا يحرم ذلك على المسلم. لكن لا يجوز توريد الخادمات الاخرى في هذه الجزيره، لا يجوز استخدامهم ولو كثروا الان، فليس كثرتهم حجه، بل يجب ابعادهم ولا يستخدموا. تقدم لكم الدرس السابق الليله الماضيه والليالي قبلها، قلنا هذا غير مره وفي كتابات اخرى، لا يجب استخدامهم لا يهوديه ولا نصرانيه ولا مجوسيه ولا بوذيه ولا وثنيه ولا تركيه ولا كل كافر لا يستخدم، وكل كافر لا يستخدم. هذه الجزيره الله جل وعلا حرم على اهلها ان يبقى فيها جنان، فلا يبقى فيها الا الاسلام، والا يبقى فيها الا الاسلام، ولا يستخدم اليها الكفار الا لعامه كافر قدم يبيع سياره ويرجع بسرعه، رسول جاء ولي الامر حاجه لولي الامر، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفار خيبر يهود خيبر وقتا ما لما كان المسلمون مشغولين بالجهاد فوقوا في الحرب وسلاحه حتى عجلهم عمر لما استرضي عنهم. المقصود انه لا يستخدمون الا لحاجه مؤقته ثم تزول، اما استخدامها على الوجه لسنوات ومده طويله للخدمه وللتربيه هذا بلاؤه عظيم وشره كثير، فلا يجوز لامرين بل لامور اهمها واعظمها ان هذه الجزيره لا يستخدم فيها الكفار ولا يقيم فيها الكفار لضررهم العظيم في عقائدهم واخلاقهم وغير ذلك. الامر الثاني ان توليهم لامور المسلمين من تربيه وغيرها يضر المسلمين ويسبب ان يخلو من اخلاقهم وعاداتهم وعقائدهم خبيثه ما يضرهم. الامر الثالث انه يفضي الى فساد كبير اذا سار المسلمون بالكفار، يفضي ذلك الى فساد كبير مهما كان الحال، لو كان الكافر سارقا او خادما او عاملا او على اي حاله. والواجب على ولاه الامور ان يبادروا الى هذا الامر وان يزينوهم وان ينهوا عقودهم حتى يبقى المسلمون في عافيه من جدهم. وقد خطب ولاه الامور في هذا فدعا الينا في هذا ووعدوا بانهاء هؤلاء والحرص على ازالتهم وانهاء عقودهم حتى لا يبقى الا من تجد الضروره الى بقائه من طبيب او مهندس ضروري او نحو ذلك. نسال الله ان يعينهم ويوفقهم.